نروح لمحافظة بورسعيد النهاردة اللي هو عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعلن خلال جولة ميدانية بمدينة بور فؤاد عن تسليم 5267 وحدة سكنية بمشروع 9000 الكراسة الزرقاء منتصف العام الحالي، بتشمل 223 عمارة سكنية مساحة الوحدة 90 متر. وحرص اللواء عادل الغضبان على تفقد عدد من الوحدات السكنية من الداخل، واستمع لشرح تفصيلي من مهندسي المشروع عن كافة الجوانب المتعلقة بالأعمال الإنشائية التي شهدها المشروع، وكذا أعمال الترفيق ومعدلات التنفيذ التي وصلت لها الأعمال حتى الآن. معانا على التليفون اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. سيادة المحافظ، أهلا بحضرتك في المواجهة. مساء الخير أستاذ جاني، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. سيادة المحافظ، كلمنا أكثر عن تفاصيل الجولة وأهمية هذا المشروع السكني في توفير سكن كريم لأهالي بورسعيد. والله يا فندم، هو بنتهز الفرصه بقدم كل الشكر والتقدير لوزاره الاسكان صندوق التمويل العقاري، كان اعلن في مايو 2016 بطرح وحدات سكنيه في محافظه بورسعيد اسكان اجتماعي الكراسه الزرقاء ل 9000، وتم تقديم الشباب في هذا التوقيت في شهر مايو. احنا تم تخصيص الارض 2017، النهارده بعد اقل من ثلاث سنين تم تنفيذ اكثر من 223 عماره سكنيه تشمل 5267 وحده، وتم تسجيل المرافق فيها بنسبه اكثر من 80%، وكان وزاره الاسكان هي مسؤوله عن التشييد والبنى، ومحافظه بورسعيد هي المسؤوله عن توصيل المرافق لهذه الوحدات السكنيه. الحمد لله تم تنفيذ هذا المشروع بنسبه اكثر من 85%، وان شاء الله قبل شهر 6 الجاي ان شاء الله يتم تسليم هذه الوحدات للمحددين لهذه الوحدات السكنيه. سياده المحافظ، كلمنا كمان عن حجم المشروعات السكنيه الاخرى الموجوده في المحافظه، ولاي مدى شهدت طفره خلال السنوات الاخيره؟ لا والله يا فندم، محافظه بورسعيد كان لها نصيب الاسد في مشروعات الاسكان، رغم ان هي مخزيه الارض في محافظه بورسعيد. لكن انت تتخيل يا فندم ان في اقل من 2014 حتى وقتنا هذا تم انشاء اكثر من 58,000 وحده سكنيه. زي ما سيادتك عارفه ان محافظه بورسعيد اول محافظه اعلنت اللي هو تمام من عشوائيات، كانت الدوله المصريه انشات اكثر من 8000 وحده سكنيه بديل عشوائيات، ده بالاضافه ل 1442 وحده سكنيه بديل ازالات، ده بالاضافه ل 7941 وحده سكنيه للمرحله الاولى اسكان اجتماعي، والمرحله الثانيه اسكان اجتماعي 2882 وحده سكنيه، ده بالاضافه للمشروع اللي حضرتك بنشوفه النهارده اللي هو المشروع اللي هو المشروع الكراسه الزرقاء اللي هو ابو 9000، ده بالاضافه ل 3000 وحده سكنيه اسكان تعاون. كل هذه الوحدات السكنيه تم انشائها في اقل من 6 سنين، ده بيعتبر اعجاز عظيم في الدوله المصريه تم تنفيذه على ارض محافظه بورسعيد. بالنسبه كمان للمشروعات التنمويه والخدميه الاخرى الموجوده في المحافظه، يعني امتى يتم الانتهاء من تنفيذها؟ ممكن تدينا فكره عنها كمان سياده المحافظ؟ اقول لحضرتك احنا محافظه بورسعيد طبقا لتوجيهات قناه اسعاد الفتاح السيسي ان احنا زي ما انتهينا من عشوائيات، السواد توجه في انتهاء من الاسواق العشوائيه. احنا عملنا سوق السمك سوق حضاري بقى مزار سياحي لكل زائري محافظه بورسعيد وللجمهوريه كلها، بالاضافه سوق الخضار اللي هو البازار اللي موجود حاليا دلوقتي، اضافه ان بنعمل دلوقتي المول الفارما عشان يبقى التجاره المنظمه لمحافظه بورسعيد. كل هذه الاسواق اللي احنا بنحول الاسواق العشوائيه لاسواق منظمه، بالاضافه ان رفع تفاعل باقي الاسواق الموجوده القديمه زي سوق العصر واحد وسوق العصر اثنين يتم رفع تفاعلهم وتدريجهم على اعلى مستوى لخدمه المواطن. ده بالاضافه ان محافظه بورسعيد شارك في الحلم المصري اللي هو تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل. ده طبعا عندنا بقالي سنه بالظبط، وفي رضا غير طبيعي بالنسبه للشارع البورسعيدي من هذه المنظومه عشان ده كان حلم كل المصريين اللي تم تطبيقه محافظه بورسعيد. ده بالاضافه لاول محافظه رقميه في مصر اللي تم تطبيقها اعتبارا من نهايه 2019، والحمد لله عندنا دلوقتي حاليا 48 خدمه متاحه، يعني سواء على موبايل ابلكيشن ولا على الوسائل الالكترونيه، ان المواطن ممكن وهو موجود في اي مكان في مصر ممكن ياخد خدمته، سواء خدمه المرور والميكنه او خدمه التمويل او خدمه المحاكم او خدمه الشهر العقاري
كل هذه الامكانيات توفرها لمواطنين محافظه بورسعيد. ممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد على وجودك النهارده معانا في المواجهه.